أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية انتشال فرق الدفاع المدني في محافظة نينوى 5853 جثة، بينها أكثر من 1200 طفل منذ بداية عملية التحرير وحتى الآن. عضو المفوضية فاضل الغراوي قال في بيان له أن الجثث مجهولة الهوية بلغت 1992 جثة، في حين بلغ عدد جثث الأطفال المعلومة الهوية 851 جثة.